ما هو البنتاغون؟ هو اسم يطلق على وزارة الدفاع الأمريكية التي تعتبر أقدم وأكبر فروع الحكومة الأمريكية. تتمثل مهمتها في توجيه ومراقبة عمل القوات المسلحة ومعاونة رئيس الدولة في شؤون الأمن القومي. تعد أكبر مشغل للبلاد، إذ توظف أكثر من 1.4 مليون عامل. ميزانيتها لسنة 2014 بلغت 633 مليار دولار. تعتبر البنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية الشعبة العسكرية التنفيذية لحكومة الولايات المتحدة، وتقوم بتوجيه ومراقبة عمل القوات المسلحة ومعاونة رئيس الدولة في شؤون الأمن القومي. وتعد البنتاغون من الناحية التاريخية أقدم فروع الحكومة الأمريكية، إذ تأسس الجيش والبحرية ومشاة البحرية في سنة 1775، وبالتزامن مع قيام الثورة الأمريكية ضد بريطانيا. ثم تأسست وزارة الحرب في سنة 1789. في سنة 1790 أنشئ خفر السواحل، وهو جزء من الأمن الداخلي في وقت السلم. وأعقب ذلك تأسيس وزارة للبحرية في سنة 1798. في سنة 1947 أنشئت القوات الجوية الأمريكية بموجب قانون أصدره مجلس الأمن القومي سنة 1947. فقد تأسست المنشأة العسكرية الوطنية في 18 سبتمبر لسنة 1947، وكانت مهمة أول وزير تولاها تنسيق وتطوير السياسات العامة للإدارات التنفيذية الثلاث: القوات البحرية والجيش والقوات الجوية. وعدل القانون سنة 1949، فسميت المنشأة باسم وزارة الدفاع، وتوالت التعديلات لتزيد من مسؤوليات الوزير، وأنشئ تسلسل قيادي عملياتي للقيادات الموحدة، وأعطيت للوزير سلطة تتجاوز الإدارات العسكرية في المسائل العملياتية. يقع مبنى المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مدينة أورلينغتون بولاية فرجينيا، على جانب نهر بوتوماك من جهة مدينة واشنطن. ويشغل مساحة 600 ألف متر مربع، منها 340 ألفا عبارة عن مكاتب إدارية يعمل فيها 23 ألف شخص ما بين مدني وعسكري. ويعتبر مبناها واحدا من أضخم المباني المكتبية في العالم. يتكون مبنى البنتاغون من 5 أضلاع متحدة المركز حول ساحة مركزية، ومن هنا جاء اسمه الخماسي الأضلاع البنتاغون. وتشتمل على 5 طوابق فوق سطح الأرض. وقد صمم المهندس المعماري الأمريكي جورج إدوين بروجستروم، وقام مهندسو الجيش الأمريكي بتشييده منذ سنتي 1941 إلى عام 1943. شيد المبنى لجمع كل مكاتب ما كان يسمى آنذاك بوزارة الحرب في مبنى واحد، ويحتوي على 17.5 كيلومتر من الممرات. ومع ذلك فإن الوصول إلى أي نقطة فيه لا يستغرق أكثر من 7 دقائق مشيا. وتتبع لمبنى البنتاغون الرئيسي مئات الآلاف من المباني والمنشآت الفرعية التي تقع في أكثر من 5000 موقع. ولو ضمت هذه المواقع في مكان واحد لكانت المساحة التي يحتلها مبنى الوزارة أكثر من 121 ألف كيلومتر مربع. ويضم مبنى البنتاغون الآن مكاتب لإدارات الأسلحة الثلاث: الجيش والبحرية والقوات الجوية، ومكتب وزير الدفاع. كما يوجد فيه مركز للتسوق، ومطعم كبير، ومواقف لسيارات الأجرة، ومنصة لطائرات الهليكوبتر. وقد تعرض مبنى البنتاغون الرئيسي لهجوم لأول مرة في 11 سبتمبر لسنة 2001، حين اصطدمت بجانبه الغربي إحدى الطائرات المدنية المختطفة، مما أسفر عن مقتل 125 من الموظفين فيه، وتدمير جزء من المبنى أعيد ترميمه لاحقا. تنقسم البنتاغون من الناحية الإدارية إلى أقسام فرعية رئيسية، وهي مكتب الوزير وقيادة الأركان المشتركة والإدارات العسكرية والقيادات الموحدة والمحددة ومجلس سياسة القوات المسلحة والوكالات. وأركان مكتب الوزير هم من المدنيين الذين يقدمون المشورة ويعاونون الوزير في الإدارة على أعلى مستوى. وطبقا للقانون الأمريكي، فإن وزير الدفاع هو المستشار الرئيسي في السياسة الدفاعية لرئيس البلاد، ويمارس السلطة والإدارة والسيطرة على وزارة الدفاع، ويعد نائب الوزير أرفع مسؤول بعده في الوزارة.
وهو مخول بممارسة صلاحيات الوزير في كل ما يحق للأخير التصرف فيه. إضافة إلى الوزير ونائبه، هناك قيادة الأركان المشتركة التي تتكون من رئيس ورؤساء أركان الجيش والقوات الجوية ورئيس العمليات البحرية وقيادة سلاح المارينز، وهم المسؤولون عن إعداد الخطط الاستراتيجية واللوجستيكية للقوات المسلحة. وكل إدارة عسكرية منفصلة من حيث التنظيم الداخلي، لكن الوظائف العامة تكون تحت الدفاع، تحت سيطرة وزير الدفاع، وهكذا يتدرج التسلسل القيادي إلى أسفل مباشرة، من الرئيس إلى وزير الدفاع إلى الإدارات العسكرية باستثناء المسائل العملياتية. وينتقل التسلسل القيادي في القتال وفي العمليات المشابهة من الرئيس إلى وزير الدفاع، ومن خلال قيادة الأركان المشتركة إلى القيادات الموحدة والمحددة، متجاوزا الإدارات العسكرية. يعاون وزارة الدفاع عدد من الوكالات المساندة تتمثل في وكالة الأمن القومي وقوات الأمن المركزي التي تقوم بمهام فنية وتنسيقية متخصصة تتعلق بالأمن القومي، وكذلك وكالة الدفاع النووي التي تساند جميع القوات المسلحة في المسائل المتعلقة بالأسلحة النووية وتأثيراتها واختباراتها. وهناك وكالة أنظمة المعلومات الدفاعية المسؤولة عن التوجيه الإداري والعملياتي لنظام اتصالات عالمي للقوات المسلحة والوكالات الحكومية الأخرى، ووكالة الاستخبارات الدفاعية التي تنظم وتوجه مصادر استخبارات وزارة الدفاع، وتقوم بمراجعة وتنسيق المهام الاستخباراتية المكلفة بها الإدارات العسكرية. ومن هذه الوكالات أيضا وكالة لوجستيات الدفاع التي تقوم بتوفير المؤن والدعم الخدمي للمواد الشائعة في جميع الأسلحة، وهذه تشمل شراء اللوازم وتشغيل نظام توزيع جملي وبرامج التخلص من الفائض. هذا بالإضافة إلى وكالات مساندة أخرى، وهي وكالة تدقيق عقود الدفاع ووكالة مشاريع أبحاث القانون وأبحاث الدفاع المتقدمة ووحدة تحقيقات الدفاع ووكالة تخطيط الدفاع ووكالة خدمات الدفاع القانونية ووكالة مساعدة الدفاع الأمنية ووكالة التفتيش الفوري. تصف وزارة الدفاع الأمريكية نفسها بأنها أكبر مشغل في البلاد، إذ توظف أكثر من 1.4 مليون عامل من الرجال والنساء في الخدمة الفعلية، إضافة إلى 718 ألفا من الموظفين المدنيين و1.1 مليون يخدمون في قوات الحرس الوطني والاحتياطي، وأكثر من 2 مليوني عسكري متقاعد، وأكثر من 450 ألفا من موظفي البنتاغون يعملون في مناطق خارج البلاد. بخصوص ميزانية البنتاغون السنوية، فقد وصلت سنة 2014 إلى 632.8 مليار دولار، وتخصص هذه الميزانية نحو 552 مليار دولار للإنفاق العسكري على القواعد والمعدات، إضافة إلى تدريب القوات والموارد. كما تخصص نحو 81 مليار دولار للعمليات العسكرية خارج الأراضي الأمريكية، وكان الجزء الأكبر منها لتكاليف الحرب في أفغانستان.